ضيفتنا الليلة السيدة أنجلينا تين وزيرة الدفاع وقدامى المحاربين. 200 هتخرجوا الغوات بالضبط؟ لو الأمر بإيدي أنا كان خرجتهم قبل شهر 5/2019. الموضوع في يدين منو؟ ممكن نقول في يدين الحكومة ككل. أنتوا دارين كم عشان تخرجوا الغوات دي؟ تقصد شنو لما تقول إنه يا أخي الناس دي ما عندهم سلاح ما هنخرجهم عشان ما في سلاح؟ تقصد إنه شنو يعني نفرتكم من الميدان؟ قلبكم توفروا 2 مليون عشان تخرجوا الغوات. طيب هتنفذوا الاتفاق ده كيف؟ أنا ما عندي أكسس للقروش، لكن بقدر أقول لك إنه في التزام بتنفيذ الاتفاقية على الأقل من اتجاهنا نحن. خليني أتكلم كعضو بتاع المعارضة. أيوة ما يتحققت. طيب سعادتك شنو الحاجة اللي عملتيه هنا وانت وزيرة؟ أصلا الوزارة ما عندها ولا قرش. الوزارة دي مديونة بصورة ما تتخيل. الديون دي كم؟ ما أقدر أديك فيها. بقيت الحركة كفاميلي أورجنايزيشن. الفاميلي انتربرايز ده بدأ 200 للدولة. أوكي، والموضوع أنا ما أقدر أبقى شخصي. لا ما شخصي، ما شخصي أنا بتكلم. الموضوع مطروح. في ناس ما عندهم جراء عشان يقدر يقول حاجة ضد الحكومة قاعد جوا هنا. كثير من الناس اللي انشقوا مننا دي الغلبوا من النضال السياسي. دي ناس مو تحديدا انه زوجك زعيم الحركة وتكون انت وزيرة الدفاع وهو نائب الاول لرئيس الجمهورية، هل الوضع ده شايفاه طبيعي في بلد زي ده؟ لان وزراء قرروا وقالوا يا اخي احنا عشان نمشي نعمل لنا خيم في تي او سي. انجلينا تين بالتعديل الوزاري المرتقب حتكون وزيره للبترول، هل تكهن زي ممكن يحصل؟ ما بقول اسماء. ليه اي انشقاق سووا انجلينا تين؟